السلام عليكم، اش اخباركم؟ ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وبخير. جبت لكم وصفه جديده للسيفرور شيبلور او الزهره كما تيقولوا في دول الشرق. فغادي نديروا اليوم صبه ديال الشيبلور والبطاطا والكريم فريش والفرماج اللي عندكم كيري ولا اي فرماج تقدروا تزيدوه. انا عندي لا كريم فريش هكذا، غادي نحطها هنا، غادي نستعملها من بعد. تيب نورمال ديال 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 الخضره. فغادي نبداو على بركه الله الطريقه ديالنا ديال الصبه. انا ديجا خديت الشيبلور ديالي، ها هو. غادي نجيب الطنجره ديالي وغادي نكب فيها هذاك الشيبلور اللي انا قطيت. الا كنتو لاحظتوا راه بقى ليا من لا غوسيت اللي رميت لكم ديال الشيفلور بالطحينه. ما غادي نديرو حتى شي حاجه من العطريه، من غير البزار والملح، البزار والملحه، ان بو دو سيل اي ان بو دو بوافر، لا اقل ولا اكثر. ما غنزيدو حتى شي حاجه، غادي نزيدو شويه ديال زيت الزيتون بحال هكا، وغادي نزيدو الماء ديالنا باش غادي تسلق. غندير غير هكذا وغادي نشوف. غادي نحطو في البوق البوطه ديالي ها هو، وغادي نزيد عليه هاد لو تيب ديال الخضره. وخليكم معايا حتى تما ديال الفيديو، غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نديروا من غير. هيا لاصوب ديالي باقا تطيب، درتها بيا البوطه، سالت لي البوطه ديال الغاز. الحمد لله انني دايره الاحتياط، وعندي لا بلاك شوفونت صغيره مخليها اكوتي، حتى انا ديما تديرها بيا وخاص تبقى البوطه تما واحد الشهر. المهم ها انتم الصبه ديالي، سمحوا لي هي تطيب على المل. غنخليها حتى تبرد شويه ونطحنها ونكمل معاكم الغوسات. اتوت هي الصبه ديالي طابت، غادي نخليها تبرد شويه وغادي نطحنها ونرجع معاكم نوريكم الفينال ديالها. انتظروني. هيا الصبه ديالي طحنتها، فوالا شويه كيفاش جات. دابا غادي نوريك، اوف باقا سخونه. هيا يا احبابي غنزيد عليها لا كريم فريش وغادي نرجعها واحد شويه طيب. زدت على لا كريم فريش ديالي ها هي، شي كيفاش تجي. غنزيد عليها شويه الماء اللي انا جاتني شويه قاسها. عرفتي راه تعطينا واحد لا كونتيتي يعني ما شاء الله. هاي حطها شويه غندوقها ديجا بعدا. الله على البدله، على ماذا كما تتاح عليا، كما كانت تتاح عليا الافكار انني ندير شيفلور بلاك كريم فريش. حتى اليوم قلت غادي نجربو ومن بعد غادي نزيدو معاه شويه لو فروماج غابي على الوجه. هاي دابا نخليها غير شويه طبخ ونرجع معاكم للتقديم. هاي النتيجه النهائيه حبيباتي ديال لاسوب، غزاله بسيطه. اون ابري دي شيفلور 3-4 بوم دو تير، ان بو دو سيل، ان بو دو بوافر، ان بو دو هويل دوليف. اون ا كويل انسامبل، ابري اون ا رابي، اي ابري اون ا راشتي دو لا كريم فريش. Et vous pouvez mettre aussi du fromage, mais moi j'avais pas de fromage. Et bsaha wraha, et bqa maya, ndigusté.